باسم الآب والابن والروح القدس، الإله واحد أمين. اليوم هو سبت النور، يوم الخلاص، يوم المسيح ينزل للجحيم وياخد كل النفوس اللي ماتت على رجاء القيامة ويطلع بيهم إلى الفردوس. اليوم ليلة ولا ألف ليلة وليلة، ليلة اسمها ليلة أبو غلامسيس، صلى فيها نبوات، صلى فيها تسابيح كلها بتحكي عن الخلاص. في النبوة رقم 20 قبل رفع بخور باكر، آخر نبوة هي قصة سوسنة العفيفة، ودي موجودة في تتمة دانيال إصحاح 13 عدد 62، وخلص الدم الزكي في ذلك اليوم. كانت سوسنة زوجة إنسان تقي اسمه يوياقيم، وسوسنة كانت عفيفة جدا وتقية جدا. اتنين من الشيوخ حاولوا يعملوا معها الخطية فرفضت، فاتهموها انه في شاب جه واخطأت معاه، وهم حاولوا يمسكوا الشاب، بس الشاب هرب منهم وعملوا قصة كده. فجه شاب حكيم جدا اسمه دانيال النبي، قعد قاد محاكمة صغيرة كده بشوية أسئلة، ودافع عن سوسنة وأثبت أن الشيخان كانا كاذبان، وشهد زور. فيقول الكتاب المقدس وخلص الدم الزكي في ذلك اليوم، هي في ذلك اليوم خلصنا الدم الزكي. في هذا اليوم الصليب خلصنا ونجونا جميعا من الهلاك الأبدي، مش الموت بس بتاع اللي زي كانت هتموته سوسنة العفيفة. اليوم هو يوم الخلاص، كمان احنا خلاص خلصنا الحلقات بتاعتنا، وبنعمة ربنا بكرة بقى كلنا هنقول للبعض خريستوس أنيستي، اليسوس أنيستي، المسيح قام، بالحقيقة قام.